أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم الجيت والجيت هاب. نكمل معكم تعلم مختلف الأوامر التحكمية التي من خلالها أستطيع القيام بتتبع سير عمل البرنامج الذي أعمل على تطويره وصناعته. تعلمنا الآن مختلف الأوامر التي تمكنني من إنشاء عقد زمنية أستطيع فيما بعد العودة إليها وذلك باستخدام ما يسمى التشيك أوت. فالآن إذا قمنا بالاستعلام عن هذه العقد التي قمنا بإنشائها باستخدام اللوج، فنرى لدينا الانيشال كوميت، فيرست كوميت، وسكند كوميت. لدينا ثلاث عقد بهذا الشكل. الآن إذا أردت مثلا القيام بالعودة إلى هذه العقدة فنقول get check out ومن ثم هذا الـ ID. فنرى هنا كيف قمنا بالعودة إلى هذا المكان، ونرى كيف قمنا باستعادة هذه الملفات التي قمنا بإنشائها سابقا. تمام، ولكن فعليا هذه العودة هي فقط خلال الزمن. فإذا قلنا مثلا get check out ومن ثم ماستر، فسوف أقوم بالعودة إلى السكند كوميت التي قمنا بإنشائها والتي هي موجودة في نهاية هذه السلسلة بهذا الشكل. تمام، إذن ما أود القيام به وتعلمه في هذا الدرس هو كيفية القيام بجعل هذا التعديل والعودة بالزمن مثلا إلى عقدة معينة هي الرأس الجديد لهذه السلسلة وهي الهيد الذي يعبر عن الماستر. هناك أكثر من طريقة للقيام بذلك، إما باستخدام ما يسمى الريفرت أو استخدام الريسيت. وفعليا هذه الأوامر أقوم باستخدامها إذا تأكدت أن التعديل الأخير الذي قمت به هو غير ضروري أو مثلا هناك خطأ فيه، فيجب علي القيام بالعودة والاستمرار وذلك من الكوميت السابق. دعوني أولا أقوم مثلا بإنشاء ملف هنا ليكن على سبيل المثال نقوم بتثبيته words، ونقوم هنا بإضافة مثلا hello world بهذا الشكل. فإذا قمنا الآن بالاستعلام عن status فنجد أن هناك ملف تمت إضافته، ومن ثم نقوم بالكوميت وذلك ضمن مسج مثلا لتكون first comment. فالآن إذا قمنا بالاستعلام نرى هذه الكوميت الأربعة، وإذا أردنا مثلا القيام بعرضها بأسلوب مختصر أستطيع القيام بكتابة get log ومن ثم أعتقد one line. فنرى كيف قام بعرضها بهذا الأسلوب المختصر. كما نرى الهيد موجود هنا على هذا الكوميت الثالث. إذا أردنا القيام باستعراضها بهذا الأسلوب البصري visualization فكانت لدينا السكند كوميت وكان الهيد عندها. بعدها قمنا بإنشاء ثيرد كوميت والهيد الآن موجود عندها كما نرى الآن. ما أود القيام به هو العودة عن هذا التعديل الأخير، وأريد جعل الهيد يشير دوما إلى هذا السكند كوميت وذلك عندما أقوم بالاستعلام على الماستر. إذا قمنا باستخدام الريفرت معنى ذلك قم بإنشاء عقدة جديدة بعد الثيرد كوميت تعبر عن هذا السكند كوميت والتي سوف تظهر بهذا الشكل. فإذا قمت بالريفرت عندها معنى ذلك أن هذه العقدة والتي هي ثيرد كوميت سوف تبقى في شجرة ولكن لن تبقى تشير إلى رأس الماستر، فالهيد هنا سوف يصبح العقدة التي تسبقها. إذا قلنا مثلا get revert وذلك على هذا الID المختصر، تمام؟ أعتقد الآن يقوم بفتح الإديتر وذلك من أجل القيام بالاستعلام ورؤية ما هي الأوامر التي سوف يقوم بها. فهنا سوف يقوم بالريفرت على هذا الكوميت هذا الID بشكل مفصل، وهنا التغييرات التي سوف تطرأ بحيث سوف يقوم بحذف هذا الملف الجديد الذي قمت بإضافته في هذا الكوميت الأخير. دعوني أقوم بالتسكير. تمام، فالآن إذا قمنا بعرض هذه السلسلة get log نرى هنا كيف تم إنشاء عقدة جديدة وكوميت جديد يشير إلى الريفرت على الثيرد كوميت والتي هي تسبقها هنا. فبمعنى أصح هذه العقدة هي مطابقة لهذه العقدة بهذه التغييرات. ونرى هنا كيف ملف الوورس تم حذفه. الأفضل القيام بالاستعلام وذلك باستخدام الون لاين أعتقد بهذا الشكل. الآن نحن موجودون هنا عند الريفرت، وإذا قمنا بالاستعلام على الستاتس لا يوجد هناك أي ملف للقيام باستعادته. هذه هي حالة من الحالات التي أستطيع القيام باستخدامها، والتي هي كما هو موضح بهذا الشكل كيف قمت بإنشاء عقدة جديدة وذلك للتعبير عن العقدة التي تسبق العقدة الأخيرة التي قمنا بالريفرت عندها. ولكن ماذا لو أردت القيام بالتخلص من هذه العقد بشكل كامل؟ فلا أريد حتى القيام بعرضها في هذه السورس تري. على سبيل المثال بدل القيام بإظهارها بهذا الشكل أريد القيام بالعودة إلى مثلا هذا الشكل.
فبهذه الحالة سوف أقوم باستخدام الريسيت. فنقول هنا أنا أقوم أولا بعرضها، وعلى ننسى القيام بعرضها بطريقة مختصرة. فهنا على سبيل المثال إذا أردت القيام بالعودة إلى هذه العقدة، إما أن أقوم بالريفرت على هذا الريفرت، معنى ذلك قم بإهماله والعودة إلى ما سبق وهي هذه العقدة. هذا حل ولكن معقد. الحل الثاني أن أقوم بحذف هذه العقدة بشكل مباشر وأقوم بجعل الهيد يشير إلى هذه العقدة، فهذه الريفرت لن تظهر حتى في أسر ستوي. للقيام بذلك سوف أقوم برسخ هذا الـ ID ونقول هنا get reset. طبعا هناك أنواع للريسيت إما hard أو soft، سوف نقوم الآن باستخدامها بطريقة افتراضية. فنرى الآن إذا قمنا بالاستعراض get log كيف أن اللوج الأخير هو الثيرد كومنت، تمام؟ دعونا نقوم بعرضها one line بهذا الشكل. فإذا قمنا بالاستعلام get status نرى كيف أن هناك ملف تم حذفه وهو الـ words، فأستطيع القيام بجلبه. فإذا قلنا مثلا get restore وذلك على هذا الـ words، فنرى هنا كيف تم عودة هذا الملف ونرى hello world، ولكن فعليا أريد العودة حتى إلى هذا second command. فهنا إذا أردت القيام بجعل رأس السلسلة هو second command أقوم بنسخ الـ ID الخاص بها ونقول هنا get reset. دعنا أقوم باستخدام الـ hard مثلا ونقوم بوضع الـ ID الخاص بها بهذا الشكل. فنرى هنا الـ head is now at second command بهذا الشكل. إذا قمنا بالعرض فنرى هنا كيف تم وضع second command وهو الآن أصبح الـ head. إذا قمنا بالاستعلام وقلنا مثلا get check out master، فنرى هنا كيف أنا موجود بشكل مسبق على الماستر والتي هي second command. هذه كانت لمحة بسيطة عن كيفية القيام باستخدام الريسورس تري، وذلك من خلال القيام بإضافة العقد وحذفها. فلدينا الإضافة من خلال الكومنت، ولدينا الاستعلام والتجول بين هذه العقد باستخدام التشيك أوت، ولدينا إضافة عقدة جديدة من خلال التراجع عن عقدة سابقة باستخدام الريفرت، ولدينا حذف عقد وذلك باستخدام الريسيت. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.